انا من هواة المسلسلات العربية، فاكتر مسلسل بتفرج عليها السنة دي في رمضان هو مسلسل الأسطورة. ده موضوع يعني واخد موضوع شكلا وحوار، وكموضوع احنا عايشين فيه حقيقي. فطبعا في ناس في البلد يعني من خافية كان اعظم تجار سلاح على اتقال، ومحمد رمضان طلع بدورين واخد بالك من الأسطورة. فدي حاجات دي حقيقة حاصلة داخل البلد، في حاجات الحكومة غفلانة عنها، في ناس تقال في البلد والحكومة عارفاهم بس برضو الحكومة ماشية معاهم. بتتفرج على برامج؟ طبعا بتفرج على برامج اللي هو البرنامج بتاع رامز واخد بالك، برضو كويس. وفي مسلسل تاني اسمه الهروب واخد بالك، يعني دي كام مسلسل كده حلوين السنة دي في رمضان. بتتفرج على مسلسلات في رمضان؟ اه ايه اكتر مسلسل بتتفرج عليه؟ الأسطورة والكيف. لا برامج ما فيش ايه رامز بتتفرج عليه؟ اه. احلى ولا السنه اللي فاتت؟ لا السنه اللي فاتت احلى. طب ليه؟ كده يعني مش كل مصري، في ناس اجانب وكده، وبعدين يعني تعودنا. حلو ولا مش حلو؟ لا حلو جامد. شكرا. ماشي. اه. طيب ايه اكتر مسلسل بتتفرج عليه؟ مسلسل الخروج. الخروج ليه المسلسل ده بالذات؟ شيق كده يعني، في احداث شيقه ان انت بتحبي تعرفي مين اللي بيعمل كل الحوارات دي وكل المشاكل دي، بتبقى عايزه تفهمي. طيب والبرامج بتتفرجي على برامج؟ برنامج بتاع رامز او برنامج بتاع هاني في الادغال. طيب بتاع رامز حلو ولا السنه اللي فاتت كان احلى؟ السنه اللي فاتت كان احلى. ليه بقى؟ كان في تشويق عن كده احسن من كده. ايه اكتر المسلسلات اللي انت بتتفرج عليها في رمضان؟ أزمة نسب، مسلسل عامة. أنا بتفرج على المسلسلات اللي أنا طالع فيها عشان أنا عامل ثلاث مسلسلات. طب إيه أكتر مسلسل بتحبه؟ أزمة نسب، مسلسل عادل إمام، مسلسل مصطفى شعبان. بتتفرج على برامج؟ بقى عمرو خالد بس. بس أنا بتفرج على المسلسلات اللي طالعة في صدى البلد عشان ما شاء الله ما بتجيبش إعلانات، وده مريحنا كتير كتير. أحسن قناة صدى البلد. Right.